بالظبط. ما تيجي نروح شويه للاهلي نروح حتى الاهلي، ناخد يلا فكره بينا مع بعضينا كده، وكيف رايت لقاء مونتيري وماذا تتوقع بالنسبه للقاء بالميراس، وخصوصا ان هم اكيد جايين برضو وفي ضغينه بقى مكتومه جواهم من النسخه اللي فاتت من كاس العالم. ما هو نفس الكلام اللي كنت بقوله على السنغال ومصر، انه احنا هنبقى محملين بدوافع ان احنا ننتقم، فالميراس هيبقى جاي برضو محمل بنفس كده. الدوافع ان هو ينتقم. بالظبط كده. ماتش هيبقى صعب. بالميراس غير كتير من تشكيلته لواجهه منتخب الواجهه الاهلي. انا لسه دماغي مع منتخب مصر. معلش بتحصل لينا كلنا. هي العمليه في بيتها برضه، ما بروحش زي منتخب مصر والاهلي كله بيمثل مصر. بالظبط. غير كتير من التشكيل اللي لاعب الاهلي في فبراير الماضي. في 29 لعيب مشيوا من صفوف بالميراس، ابرزهم مثلا لويس ادريانو المهاجم البرازيلي، ابرزهم ويليان. في عدد من العناصر انا كاتبهم هنا برضو عشان لويس ادريانو، جابرييل باربوسا، فيليبي ميلو ده نجم عظيم جدا، كان بيلعب في يوفنتوس، كان كلهم من الراحلين، ده كله مشي، ولكن ضم عدد جديد من اللعيبه. المهم بقى مميزين جدا جدا، بس لديهم من الخبره الكافيه، ولا احنا بنتكلم ان برضو لسه ما عندهمش الخبره فده يحسب لصالحهم؟ اغلبهم من اللعيبه الشباب. اوكي، اغلب اللعيبه اللي انضمت من اللعيبه الشباب، ولكن هو عنده عدد من اللعيبه القديمه اللي عندها خبرات، ابرزهم مثلا على سبيل المثال ماركوس روكا. ماركوس روكا الظهير الايمن رقم 2، هو قائد الفريق، عنده 33 سنه، ده من اميز لاعبي بالميراس على الاطلاق، يعني حد كده عامل زي دانيال الفيس في برشلونه. يعني كبير وخبير ومخضرم، عامل زي احمد فتحي مع منتخب مصر، عصام الحضري، عامل زي، فاهم قصدي، عامل زي محمد الشناوي دلوقتي مع الاهلي. عنده عدد كبير من اللعيبه. برضو لازم اشير الى انه المدير الفني عنده مرونة تكتيكية في تنويع اللعب ما بين 4-2-3-1 و 3-4-3 على حسب طريقة لعب الفرقة اللي قدامه. لعب 3-5-2 في بعض الماتشات في الدوري البرازيلي، بس ما كملش عليها كتير. مثلا ويفرتون اللي هو حارس المرمى اللي واجه الأهلي في شهر فبراير الماضي، ده دلوقتي قاعد دكة ما بيلعبش. دلوقتي اللي بيلعبه مارسيلو لومبا، ده عنده 34 سنة، وفينيسيوس سيلفستري ده عنده 26 سنة، والاثنين حراس مميزين جدا، دولت الاثنين اللي بقوا بيلعبوا بشكل أساسي مع بالميراس.